الأمر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف ينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملوم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا وأرحب باتصالاتكم على رقم من هذين الرقمين 03 وحايد يعني 1 1 1 9 9 2 9 6 1 6 03 وحايد 99 2 9 6 1 6 أو 01 1 1 3 وحايد 4 7 5 4 7 5 6. ونتبرك بافتتاح لقائنا بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أنا معايا موضوع النهاردة مهم قوي وموجع قوي، بس هستأذنكم دقيقة كده ولا حاجة تستحملوني شوية في اللي هقوله ده، عشان انا عامل سيناريو معين كده الحلقه امشي ازاي 1 2 3. انتوا عارفين كلمه المعلقات؟ المعلقات دي لما تسمع عنوانها تحس ايه؟ باني اتعلقت. كانوا يعلقوها على جدار الكعبه، اللي هي قصائد الشعر العظيمه، النقاوه الفريده المميزه. ومن هذه المعلقات معلقه النابغه الذبياني، الدال أخت الدال عليها نقطة، الذبياني. أول المعلقة بتاعة النبغة اللي هتصدعكوا شوية، وأنا هضطر إلى أننا أفسر بعض كلماتها، هنقوله مع بعض ونقف عند كلمة واحدة هي مفتاح هذا اللقاء: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤيا كالحوض بالمظلومة الجلد. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأد. يا خبر أبيض، حاجة صعبة قوي. خلت سبيل أتي كان يحبسه، خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السخفين فالنضض. أمست خلاء، وأمسى أهلها احتملوا أو ارتحلوا على روايتين، أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. 40 خط تحت لبد. فعد عما ترى إذ لارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أحد. نقى كبيرة يعني عظيمة. حط يلا البردعة فوق الركوبة واركب، لأنك هتقف تعيط على الدار ومفيش حد من الربع يجاوبك. الراجل بيبكي على الأطلال، فوقف على دار حبيبته اللي اسمها مي. فالعلياء فالسند مكانين اتنين، يعني زي ما تقول اتنين يعني شمس، اتنين الحرفيين. او ممكن النهاردة لو في البلاد دي موجودة هتلاقي برضو سواق يقول حد رايح العلياء، العلياء اللي نازل العلياء. انا وانا في الجامعة بحفظ العيال الكلمات الصعبة بهذه الطريقة. انتوا بلكوا ايه يا حبيبي؟ مثلا انت من جرجة، لا يبقى انت السند، بلكوا اسمها السند، وانت بلدك العلياء. فيحفظوا الاسامي فما تبقاش اللغة صعبة. يا دار ميت بالعلياء فالسندي، يبقى دار مية كانت بين العلياء والسند. أقوت يعني خربت، أقوت يعني دار مية خربت وراحت.
أقوت وطال عليها سالف الأبد، يعني الزمن الطويل فات عليها فما عادش فيها حاجة إلا المكان اللي كانوا بيربطوا فيه الحمار والحتة اللي كانوا بيحفروها حوالين البيت عشان السلة وجه ما يغرقش البيت، والسكفين يعني الستاير والنضد اللي هي فرش البيت، يعني المية دخلت والدنيا خربت وما فيش حاجة تاني. وفي الآخر قال أمست خلاء، اللي هي دار مي يعني أمست خلاء خلية ما فيهاش حد، وأمسى أهلها ارتحلوا ومشوا وهجروها وسبوها أطلال. ها أخنى عليها الذي أخنى على لوبدي، الميت خط بقى تحت لوبد ده مين لوبد؟ بيقولوا سيدنا لقمان كان عنده مجموعة من النصور، وقصة طويلة بس يعني النسر يجي ويروح ويجي ويروح وبتاع، وكل النصور اللي عنده هلكت وسابوا نسر اسمه لبد. بقى مضرب المثل لبد ده في الحزن والكآبة لأنه كان عايش لوحده بعد موت رفاقه من النصور. أنا بدخل من هنا لهذا السؤال، كام واحد وواحدة في مصر وفي بلادنا العربية زي لبد يا حبة عين، رب العيال وكبر وجوز وسابوه زي قرد قطع بالبلدي بتاعنا، او زي لبد في الابيات الصعبه اللي انا قريتها على حضرتك وصدعتكم بيها؟ امست خلاء وامسى اهلها ارتحلوا، اخنى عليها الذي اخنى على لبدي، يعني نزل عليها القدر اللي نزل على لبد لما ترك وحيدا حزينا كاسف البال، يبكي على من مات من رفاقه وينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد له أنيسا ولا مؤنسا. الحاجة اللي عندها 80 سنة اللي قعدت يا ولدها لوحدها بعد ما غسلت وكوت وقامت وعملت السندوتشات، والبيت طلع دكتور والأفندي طلع مهندس والبنت طلعت كمبيوتر واتجوزوا، ودلوقتي بيقولوا ربنا يريحها بقى يعني ياخدها ونرتاح، لان بيرموا حمولها على بعض مين اولى بخدمتها مين يراعيها. لا انا مش رايحه، انا واحده ست وبذمه راجل بيقول لي ما تروحيش عند امك لا اطلقك، واخوها واقف على الناس يقول لها يعني اجيب مراتي انا اسمها مرات ابنها هي اولى تحميها ولا انت مجرمه انت وادعي الادب. البلوى يا ولد اللي فوق دي هي لبد، هي الحزن كله، هي الالم كله. ألا تستحق من مسلمين أن يصلوا وأن يرحموا وأن يخدموا وأن يتذكروا الذي كان؟ باقي فقرة واحدة هنعالجها وحلت ونعجن في الموضوع ده شوية عشان الموعظة الحسنة وعشان درس الإحسان في هذا الدين. ليس من الإحسان أن تترك لبدا وأنت ما زلت على قيد الحياة. معنا مين يا أستاذة؟ أستاذة جميلة اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متجوزه انا متجوزه واحد متجوز معايا حضرتك؟ لا متجوزه واحد متجوز. حضرتك متجوزه واحد متجوز؟ ما هو بقى متجوز لما اتجوزك يا جميله. متجوز وكده، وهو دلوقتي كان انسان ثاني خالص بيقول لي انا بيكي من غيرك كنت هتجوز. بيقول ايه؟ بيكي من غيرك كنت هتجوز. فانا لقيته انسان كويس وشاريني. يعني قال لك لو انت ما وافقتيش الف من يوافق فوافقي بقى انت، لان يعني مش منه حاجه وحشه خالص. ايه؟ مش منه حاجه وحشه خالص. الايه الايه؟ حاجه وحشه. بالراحه بالراحه. ده اللي معايا دلوقتي انا ما شفتش منه حاجه وحشه. طب الحمد لله كويس قوي. اتغير بعد الجواز بقى واحد تاني خالص بعد الجواز، بقى سب واهانه وضرب وما تروحيش لاهلك. حاضر بسمع كلامه، اهلك ما يجوش، حاضر اسمع كلامه، بقى يزعل لو هما ما يجوش. ودلوقتي هو دلوقتي انا بصرف من جنيه الالف، لما ولدت بقى يعيرني ان انا ما بخليكش، ربنا رزقني بخلفه. دلوقتي سابني واتغير خالص وقال لمراتي الحمد لله انا اتجوزتك عشان ارجع لمراتي. وهو كان زي ما بيجيب لي نص كيلو فاكهه كان بيجيب لي 4 كيلو، زي ما كان بيجيب لي حاجه كان بيجيب لها كتير. دلوقتي سيبني بقى له 3 شهور سيبني من غير ولا مصاريف ولا حاجه، وانا الحنتين عليا واهلي بيكلموه بياكل سكه في الشام، وتغير خالص معايا بقى انسان ثاني خالص. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ارجع للقضاء؟ انا مش بتاع القضاء. لا ما هو انت ده انت القضاء كله، انت القضاء كله. بس بالله عليك يا جميله صراحه وانا مش هطول عليك، انا هو سؤال صغير خالص. ايه اللي غيره يا جميله؟ ايه اللي غيره يا جميله؟ معرفش.
لا لا ما انا ما بحبش كلمه ما اعرفش يا جميله، الله يسترك. لا 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 لا, لا, لا بس استني بالراحه بس يا جميله بالراحه، اصل كلمه ما اعرفش دي ما بصي اولا لازم نتفق ما فيش، انا بعض الاخوه بيكلموني ارجوك اتكلم عن السحر والدجل وبتاع، لا ما تعرفيش يبقى دخلنا في سكه الدجل، اولا ما حدش عامل له عمل، ما حدش بيعمل سحر ولا بيعمل نيله. اسمعي يا امي اسمعي يا امي اسمعي يا امي الله يرضى عليكي، يعني انتوا عشتوا كويسين يا جميله فتره من الزمن اكيد اول ما دخلتوا. انا بقالي سنه واربع شهور دلوقتي، بنتي عندها اربع شهور. يعني خلفت منه كمان زي انت ما قلتي لي كويس. استني بس عندي لا لحظه منه. ما انا عارف والله سامعك كويس جدا، انا سامعك لو مش يعني لو من السامع حاجه هصوت اقول الحقوني انا من السامع، لا انا سامعك يا جميله ارجوكي بس. يعني قعدنا اول اسبوع زي الفل بناكل في حمام وبط وبنضحك وفاكهه وبنتدلع وهي هي هي إيه؟ من اول يوم هو مد ايده عليا من اول يوم. بالظبط كده. انا عايز بقى انا عايز الله يكرمك. استني بس لا اول اسبوع ولا اول يوم خلينا نتفق يا جميله يا جميله بس انا عايز اول يوم دي بقى تتحفيني انا بيها لواحد لابس البدله كده ومتانتك ورايق عامل عريس بيضرب ازاي اول يوم ده طالع من سرايا المجانين حضرتك ثبتيني. استني يا جميله اتغير ايه بس واحنا الحين ابتدينا اذا كنت بتقولي من اول يوم من اول يوم بس قبل ما ترميني في بحورك مش كنت تعلمني العوم واحنا لسه في اول يوم. استني يا جميله يا جميله مش كان فيه ليله دخله يا جميله؟ استني اول ما دخل عليكي راح هوبي تشيكي. قولي لي يا جميل قولي لي يا جميل يعني اول ما دخلك اول ما دخل عليكي بوب راح ملطش لك؟ لا عشان انا كان هو عايزني ان انا انفصل عن اهلي وانا قلت له لا. يا بنت اسمعيني يا بنت يا بنت اسمعيني لله يا بنت. هو اول ما دخل قال لك وحيد الله صلي على المختار لازم تنفصلي عن اهلك؟ مش ممكن في مواقف يا جماعه. شكرا يا جميل شكرا. انا هكلم بصفه عامه عشان ما تعيبش جميله ولا جميله تتعبني، وزي ما قلت لها كده مفيش حد بيبتدي كده ابدا، في حاجة حصلت الحاجة دي هما الاتنين شركاء فيها، أنا لا عارفه ولا عارفها ولا أنا مع حد، أنا مع ده اللي راح حطه فيا اللي فوق. في إيه حصل؟ في إيه جرى؟ في إيه كان مفاجأة واكتشف؟ في إيه نيل الدنيا بنيلة؟ في إيه اتطور وبدأ صغير؟ القاعدة كلها لو عايزين نرضي ربنا احنا بنتجوز وما عندناش ثقافه جواز ولا رغبه اساسا في الجواز. صدقيني لا هو عايز يتجوز عليكي ولا يتجوز اصلا ولا كان المفروض يتجوز نهائي. الجواز ده معمل لافراغ الاحباطات النفسيه القذره. جماعه بيدوروا على بعض عشان ينكدوا على بعض، له في دين ربنا كده ولا عند البهايم كده؟ ولكن عندنا احنا اهلك ومش اهلك، اهلك اكيد ضايقوه في حاجه، الحاجه دي ممكن يتغاضى عنها او مش ممكن يتغاضى عنها. لازم نكون صراحة. هتعملي ايه؟ تعملي اللي انا بقول عليه ده. لما دخلنا وقال الحمد لله على السلامه يا جميله واسم على مسمى وقعد يلف بيكي حوالين المرايه، ايه اللي نايل الدنيا بنيله؟ اوقفي واسترجعي. في انت غلطانه قولي حقك عليا. هو الراجل حس ان هو ندمان انه اتجوز على ربه الصون والعفاف والجمال؟ يبقى يتحمل اسم عناده واسم كبريائه واسم لعبه ويديك حقوقك، يا اما يتقي الله ويصلح بالمعروف عشان فيه بنانوته. البنوته دي هي الدنيا هي الدنيا. ما يجيش حد بيقول ايه ما انا عارف ان هي الدنيا، ما انا عارف ان هو الدنيا. احنا عندنا كده بص حضراتكم وانا كاتب ورا جميله كلمه خطيره قوي جارحه قوي وجهله قوي، مش دعوة انا ما بصدقش جميلة ولا كدبها بس موجودة. انا اتجوزتك عشان اعرف قيمة مراتي. في حد بيعمل كده في الدنيا؟ لا. انت عارفين خواتها ايه؟ ما انا بعمل بحث في كل حاجة. خواتها ايه؟ كويس ان انا جيت عشان اعرف ان الله حق. ما هو انت مش عارف ان الله حق من قبل ما تطلع من بيكو؟ ده كله بيعمل كده. حلو انك وريتني كده عشان ما اعتمدش عليك في كلام اهبل كله وجاهل كله. ما ينفعش كده. ولا بده بيقابل الابتلاء ولا بتقابل الصدمات، ولا انا لو اتعلمت منك درس بصرح في وشك، وانما حتى لو بكرهك قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قالش فان كرهتموهن
فطلقهن، أية النساء على إيدك الشمال. معنا مين يا أبلة؟ أستاذة أم مريم. يا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يستورك شيخة. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه ما دمت بحمد ربنا. اتفضلي. عايزه اطلب حضرتك طلب بس، عايزه رقم حضرتك الشخصي، الموضوع مهم يعني. انا مش سامع يا جدعان. عايزه رقم حضرتك الشخصي، الموضوع مهم يعني شخصي. طيب حاضر، يديهولك ان شاء الله. في حد اتصل قبل كده وكان عايز الرقم عشان موضوع ما وثقش، عشان موضوع يجيب لنا فته ولحمه وما اتصلش ولا حاجه، فربنا يسامحه، بس عشان حتى احسن حد يفكر ان احنا كنا والهوبر كانت موجوده ولا حاجه. لازم التنويه. هنا دريم من القاهره مدينه الانتاج الاعلامي. ايه تاني؟ خلاص ام مريم ما كانتش عايزه الا الرقم. فارجوكم، انا بقول في الجواز المتعدد لا محتاج اسباب ولا محتاج ظروف، واللي يقول غير كده انا بيني وبينه الحجه. فانكحوا ما طاب لكم، مش قال ان مرضت ولا بتاع، بس انا بفلسفها من الواقع. دي مش حلاوة طحينية انك تتجوز اتنين وتلاتة، دي يا عين ام اللي خلفوا اهلك واهلي مسؤولية. انت قد ايه يا اخويا؟ الله يعينك، الله يعينك. لما يبقى عندك ابن هنا وابن هنا، وتجيب لي ده زي ما تجيب لي ده، وتبات هنا زي ما تبات هنا، ده انت وحش، ده انت اسد. ولا عايز تيجي يوم القيامة مميل وتعيش ربنا غضبان عليك ازاي؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. الامام الشافعي كان له تفسير في جواز الوحده في قول الله تعالى فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. كان تفسير الامام الشافعي الوحده كفايه عشان العيال ما يكتروش، لان العيال لو كثروا تكتر القرب المخرومه على ودانك. بابا كباب، التاني تجيب له مش هكا باب بقى 7 8 9 12 20، الله يعينك، 4 في 5 لو انت متجوز 4 وكل واحده جابت 5 20. شوف بقى مين اللي هيطلع لك بطاقه للعيش وحاجات. والولد مجبنه مخبله. مين يا فندم؟ سمير بيه. اتفضل يا عم سمير. السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتورنا العزيز، اولا انا عايز اسال عشان طبعا معلش الوقت، في بعض الجماعه اللي هو بيقولوا عليهم اخوان عمالين يقولوا شهادات الاستثمار حرام وحرام وحرام بتاعت قناه السويس، فانا عايز حضرتك توضحها لنا وللمشاهدين كلهم. حاضر. يعني ايه شهادات الاستثمار ويعني ايه الحرام؟ حاضر حاضر، كتر خيرك. اولا اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. النقطه الثانيه حضرتك، ليا طلب من حضرتك توصله للمسؤولين في البلد والناس القياديين وعلى راسهم الرئيس السيسي، ان ازاي القنوات اللي هي اللي موجوده بتاعه الجماعه دول لسه مفتوحه وبتبث لنا تنقل لنا الخزعبلات والكذب وهم مش قادرين يقفلوها. طب يعني حضرتك توصل الرساله دهية بجد بجد الاسر المصريه عانت بجد من الكذابين المصريين اللي بيشتمونا احنا. طيب يعني حاضر حاضر. اولا رساله حضرتك وصلت، وعلى حد علمي المتواضع القنوات دي كلها اتقفلت هنا على عينك يا تاجر. لكن في حاجات بقى انك تطلع من دولة تانية احنا ما لناش سلطان عليها، او على بال ما ندور ونعمل بتاخد وقت. ده على حد علمي المتواضع اللي قد كده. طبعا المسؤولين يعرفوا اكتر مني، لكن انا يقيني انها اتقفلت. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها هي كلمة اخوان، دي كلمة زي الفل، اعرفوا كده. يعني ربنا قال على اهل الجنة اخوانا، وقال انما المؤمنون اخوة، وانا ابرئ ساحه كل الناس من اي تهمه. وقلت في هذا البرنامج اللي تمسكوه بيخرب او بيقتل او بيدمر ما تقولوش اخوان، قولوا المجرم اهو حتى لو كان ابو مبروك عطيه او مبروك عطيه نفسه. ما تلقيش التهمه على جماعه وهلاميه. ولما واحد يتكلم، انا كان ليا راي من اكتر من 30 سنه وقلته وأزعته مرة واثنين وثلاثة في اقرأ وهنا في دريم، قلت أنا ما أعرفش حاجة اسمها بيقول العالم الفلاني اللي هو شيعي، ما أنا ما أعرفش الكلام ده، أنا أعرف أنه عالم. لما أجي أعمل له سيرة ذاتية أقول شيعي، أو أعمل زي مثلا ابن المنير لما عمل حاشية على تفسير الزمخشري، والزمخشري راجل من المعتزلة، فعمل حاجة يبين فيها مواضع الاعتزال اللي هي عقيدة الاعتزال، مش هنشوف ربنا أبدا. فلما الزمخشري يقولها، مع إن الراجل ما قالها صراحة في لن تراني، ها
يوم يقول لك ايه وهذا من اثر الاعتزال. فممكن جدا نظبط واحد ونقول هذا من اثر الصوفيه او هذا من اثر الاخوانيه، لكن ما ينفعش ان احنا نعيش سبهلله. ما ينفعش، ما ينفعش ابدا ان احنا نتهم حد، لكن احنا نقول الراجل ده اللي بيتكلم ده باسم الاخوان كذاب او غلطان او ما بيفهمش. النقطة المهمة اللي عايز اقولها لحضرتك والناس كلها، عشان بس لازم صدورنا تهدى ولازم نحط الامور في معاييرها الصحيحة، مش كده بالهبل. احنا مش طوائف ولا جماعات، ولو هنفضل طوائف وجماعات ان شاء الله مش هننفع ابدا، لا في دنيا ولا في اخرة بالمرة. اما بالنسبة لقناة السويس فشأنها شأن اي بنك، شأن اي استثمار. بل انا قلت انا اول واحد هيتبرع وهيدفع وان شاء الله الفلوس تروح، وقلت للمقربين ليا لازم كلكم تشتركوا ولازم التليريارات تتجمع والبلد تنتعش. واوعى تبص لنفسك على انك واحد ومعاك 1000 جنيه وهتعمل ايه بالالف جنيه. واحد في كم مليون؟ الف بمليارات. يدوك 12%، يدوك 10%، يدوك اللي يدهولك هي محسوبه زي البنك ما هو حاسبها. النقطه اللي يلعب فيها اي بني ادم يقول لك اصلها ثابته، وماله يا اخوي على الشمال في كتاب المعاملات البنكيه قبل الاخر باربع اسطر الرضا اللي هو بين الطرفين الا ان تكون عن تراض منكم يسقط مساله الطلوع والنزول. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى، اوعى تسمع عالم يقول لك مكسب وخساره وتقول انه عالم ما بيعرفش حاجه ابدا، لان قالب بيه في باب المضاربه في جميع كتب الفقه شرعت المضاربه في الاسلام من اجل الربح. فانا بتضايق لما اسمع كلمه مع واحد ايه مكسب والخسار، مكسب وخسار. يا جدعان ما فيش في الدين ده خساره نهائي، ما فيش في الدين ده طلاق نهائي. اهو هيقول لك ايه ما فيش طلاق في الدين الا هو ملوش دعوه بإلا، اللي عايز يصطاد بقى زي يقول لك ايه ده بقول الراجل لبس النقاب. انا قلت الراجل لبس النقاب؟ انا ايه يا فتوى تقول راجل خرفت خلاص جاني زهايمر؟ انا بقول دخل راجل على النبي وهو ملسم، ولو واحد عنده حريقه ولا هربس ولا حاجات مكلكعه في وشه وغطى وشه ولا يجرى اي حاجه في الدنيا، ولو واحد وبعدين حتى على فكره الراجل لو لسم وشه هيلبسه بتاع الحريم؟ لا طبعا، هيبقى حاطط جلابيه فوق وشه ومداريها. فارجوك الاستثمار في قناه السويس واجب من اوجب واجبات هذا الدين في استثمار المال عموما حتى لا تاكله الزكاه، ولخدمه هذا البلد بجد مش بكلام واناشيد. واي حد يفتي بده بغير كده يبقى ده هاوي. الهواه هم اللي ضيعوا الدنيا كلها. ما اقولش بقى هم اخوان ولا اقول غير اخوان ولا اشتم في الاخوان ولا في غير ولا اعرف السباب ولا اللعان، وليس المسلم بسباب. لو واحد منتمي اليهم عمل كده انا لو قلت لي ايه رايك فيه اقول هو مجرم، هو ده فلان ابن فلان. لكن مش كل الدنيا اللي فيها اكيد ناس محترمين جدا، واكيد فيهم ناس ما روحوش ولا اتحركوا ولا جريوا، في ناس عجبهم المنهج لقوا الخطاب الديني العام مش مال الدماغ، ولو في واحد بيقول له تعالى ادفع ثلاث ابيض لوجه الله واذكر ربنا واعمل كذا وكذا زي الصوفيه زي اي حاجه في الدنيا. فما ناخدش الدنيا حابلا بنابل، الله يرضى عليكم كلكم. نعم يا ستي مروه هانم اتفضلي. وعليكم السلام، اهلا بيك يا اختي. ربنا يكرمك وينفع بيك الامه يا رب الله واياك وكل الناس. اتفضلي. والله دكتور عطيه انت قابل ثاني والله. الله يسترك. والله انا مش لاقي كلام اقوله لحضرتك وقناه دليل، والله ربنا ينفع بيك الامه يا دكتور والله. الله يحفظك يا فندم، اتفضلي. والله احنا بنعزك في الله، يا رب اشوف ولادي زي حضرتك كده. احسن يا رب، احسن تلاقيهم احسن يا رب. ربنا يصلح حالك يا رب ويصلح حال اولادك امين يا رب. اللهم امين. امين يا ستي، اتفضلي يا فندم. يا رب يكرمك يا دكتور. ليا سؤال عند حضرتك. ها. انا زوجي كان المفروض يتامن عليه من زمان، بس سال شيوخ قالوا له لا التامينات حرام. هل فعلا التامينات حرام ولا ايه؟ بشكرك يا مروه. تامينات مش حرام، وده قرار المجمع الفقهي في مسقط وذكر فيه رأيين اتنين وفي أكتر من مجامع الفقهية وعندنا في مجمع في كل حتة في الدنيا. بلاش أشتتكم وأقول في ناس وناس وناس وناس. أنا وأنت والتالت والرابع والخامس والمليون اتفقنا على إن كل واحد يدفع مبلغ معين، واللي يجيله كارثة ياخد أكتر من اللي دفعوك عن رضا منينا إحنا. فالتعاون على البر والتقوى عمل يرضي ربنا، مش حرام ولا حاجة. تأمين جميل ما فيهوش أي مشكلة. وبعدين هقول لكم على قاعدة بقى، ما هو شوف أسهل حاجة في الدنيا إنك تقول حرام 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 حرام، واتسعت كلمة الحرام في حياتنا مع الأسف الشديد جدا، لدرجة إن أنا بشوف أمهات شباب، يعني بنت شابة لسه عايلة مخلفة واد عنده زعبولة في القلة 7-8 أشهر، كل ما يعمل حاجة تقول حرام عليك، مع إنه لسه ده بيتكلم ولا عارف حرام ولا عارف حرام عليك، كله حرام.
واحد كل اكله كويسه شويه وزود ربع كيلو لحمه يا اكلتهم لوحدك حرام عليك. حرام عليه ايه بس؟ فالحرام حرام حرام دي كلمه شنيعه جدا على فكره. وفي حديث بقى يقطم الوسط بان من الكبائر ان يلح الرجل في السؤال عن الشيء حتى يحرمه الله. النبي قال الكلام ده عليه الصلاه والسلام. ومعنى كده ان اللي بيلت وياجن عشان يحرم على الناس عيشتها مرتكب لكبيره. الحلال في الدين ملوش عدد والحرام في الدين معدود قوي. وعندنا مجامع يا اخوانا، عندنا ازهر، عندنا وزاره اوقاف، عندنا بعوث اسلاميه، عندنا جامعه الازهر عامره والقاهره وعين شمس والمنيا، وجامعات الدنيا فيها علماء في الشريعه وعلماء في التاريخ وعلماء مستنيرون ومحترمون. بلاش نبهدل الدنيا ونضيع بلدنا عشان زعبول لقال وقول لقال. معنا مين تاني؟ محرم استاذ سامح، تفضل يا سامح بيه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده انا كان ليا قصه كده حضرتك، لو عندك متصل دلوقتي ان انا احكيها لحضرتك. بالراحه عشان انا من السمع بالراحه، كلمه كلمه. ماشي حضرتك، انا عندي قصه كده في حياتي كنت عايز احكيها لحضرتك على اساس لو عندي حضرتك متصل تسمعها مني يعني. انا مش سامع حاجه. طب سامعني كده انت كويس؟ انا كلمه سامعني كويس دي سامعها. خلاص ماشي يا دكتور، انا بالنسبه لي قصه عندي عايز احكيها لحضرتك. عندك ايه؟ قصه عصريه يعني. قصه عصريه عايز احكيها لحضرتك. ايه؟ بالراحه بالراحه بس. موضوع عندي عاوز احكي لحضرتك. إيه يلا اختصر بقدر الامكان بس عشان الوقت الله يخليك يا سامي. خلاص ماشي يا دكتور. اتفضل. بالنسبه يا دكتور انا كنت ساعدت مع والدي في بنا بيت عنده في البلد. اشتركت مع والدك؟ في بنا بيت. وانت ليك فلوس استنى وانت ليك فلوس استنى وانت ليك فلوس ووالدك له فلوس؟ ايوه والدي له فلوس وانا ليا فلوس. طب كويس قوي، وانت عارف فلوسك كام وفلوس بابا كام؟ طبعا ايوه. ماشي يجوز قوي، يجوز نبقى شركاء بس ياك بابا ما ياك بابا ما يسفهمش. لا حضرتك بس انا حضرتك قال لي يا ابني عمود الدور الثاني عنده على اساس ان انا اكمل وكده عشان اقفل الدور الثاني ليا، كنت انا قاعد بالايجار بره. طيب. ايوه. هو عموما انا عايز اقول خلاصه برضه تنفع كل الناس. سامح كان قاعد بالايجار بره وشارك ابوه في بناء بيت، او قال له يابا انا هبني لي دور فوق البيت اللي سيادتك بنيته. قال له ابني يا سامح. عمل سامح جمعيتين ومراته جمعيه الا ربح وكونوا القرشين وطلعوا بالشقه فوق. هيحصل حاجه من الاثنين، يا سامح هيسالني بعد عمر طويل ده اذا كان الراجل لسه عايش الميراث هيبقى شكله ايه؟ هقول له زيك زي اخواتك، ليك نصيبك واللي انت بنيته هيبقى الزياده فقط لا غير. السؤال الثاني ان اخوات سامح يكونوا مصدر بنين وايدين الدنيا ولع، ده الاحتمالات اللي قدامي، فبقول لهم حبوا الخير لاخوكم كما تحبونه لانفسكم ونعيش في منتهى الجمال. وعندي فاصل بس قبليه بثلاث ثواني هقول دعاء الفجر النهارده. بعد الفجر قلت اللهم يا ربي ورب الناس ارزقني ما حييت نعمة الإحساس وأعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. شكر الله لكم. فاصل قصير جدا ثم نعود فانتظرونا. الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك. أهلا بحضراتكم والعود الذي أرجوه أحمد إن شاء الله تعالى. عندي رقم ثلاثة في الفكرة بعد ما شوفنا لبد واللي جراله يا ولدي والناس اللي زي لبد، وحرام على الناس اللي سابوهم زي لبد. في سؤال عبقري بس الواقع حياة، ما يا ترى في لبد في الناس وهو عايش وسط جروب؟ في بجد في واحد قاعد كده 70-80 بتاع والعيال بيكلموا مامتهم وهاتي ضحك وفرقعه، وهو يقول ايه في ايه يا صفاء؟ مفيش يا بابا، تعالى ماما جوه.
باب الغضب يتفتح من سبع سماء على الحركة القذرة دي، أو هي تنادي بنتها كأن اللي قاعد ده جربة، كأنه جاي من عندي ابن عم نتنياهو، ده اللي بنى البيت وده من معاشه أو من مرتبه أو من مدخراته بيدفع فاتورة الكهرباء، وإلا تعودي أنت وأمك، حتى لو أمك موظفة يا أختي وقابلة وبتقبض. أنتوا عارفين إن عندنا معنى غايب قوي، ودايريت الناس تسمعه. أنا والله العظيم ما عايز لا الخراب لحد ولا الدمار لحد، بس إحنا عندنا ناس هتروح النار أو أنطه، يعني زواج مع إيقاف التنفيذ. يعني والله المتجوز وكده يعني وما فيش حل لا قدر الله إلا الفراق، آخر الدواء كي، العرب قالوا كده. لكن الحياة ممكنة، والله والله الحياة ممكنة، استحالة الحياة تكون مستحيلة إلا والعياذ بالله إذا الكفر حصل في لدرجة الشقاء الجدر وقع، إنما الجدر لسه قايم، الدنيا لسه جميلة. يعني فما يصحش طلاق 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 طلاق، ده ما ينفعش. بس افرض اني وصلنا لدرجه 20 سنه واحنا الراجل ده كده، احنا متجوزين على الورق بس، طب والنار المفتوحه مستنياكي، طب ما تسيبيه. وهو نفس الكلام لو كان قليل ادب وسايبها ولا مصاريف، طب ما تطلقها، حتى لو ظلمت في يوم ممكن تتوب يا اخي وربنا يتوب عليك وتبقى حقها في رقبتك وفاطمه، وبعدين نكمل لبد اللي في البيت ده. صعب قوي صعب قوي ان في حد يبقى عايز زي لبد وحواليه ولاده واحفاده ومدي له الطرشه ومنزلينه، زي ما قال الراجل زمان، اذا ما عد المرء من سقط المتاع، يعني بقى زي المنديل المستعمل مرمي، لكن كان في صحته يكح بس، المدام دي تيجي واقفه كده وشعرها واقف والعيال بابا. دلوقتي ولدي لما قال خليك في حالك. يلا يا فاطمه اتفضلي. يا فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ ربنا يستورك اختي. الله يديك الصحه والعافيه. انا بطلب من حضرتك حاجه يا دكتور لو سمحت. اتفضلي. اولا رقم تليفونك. حاضر. كمان ان تدعي لي ابني بالهدى، ومش قادره اسامح. عنده كام سنه يا حلوه؟ عنده 13. عنده 13 غمور صغن، خدي في حضنك وطبطبي عليه. يا رب. في ايه يا بنت؟ يا فاطمه. نعم. ما العيار ما فلتش ولا الحبل ده كتكوت. ده كتكوت ده. حاضر يا فاطمة، ربنا يهديهولك ويهدي كل صبايا البلد وشباب البلد، والدعاء لوحده ما ينفعش بصلة. اوعى حد يضحك عليكو، انا اقول ربنا يهدي وانت عمالة تعالجي الاتنين مع بعض، انما انت تسيبيه لا تسألي ولا تراجعي له ولا تعلميه ولا تعالى. عايز اقول لك على حاجه يا فاطمه، الاولاد بيبوظوا لما يلاقوا امه هو عارف ابعادها، هتزعل خمس دقايق هتقول كلمتين والثالثه تعالى يا حبيبي، انما لو الولد قري، وخلي بالكم الكلمه دي مش تمثيل، الكلمه دي عايزه ثقافه جامده وتربيه، يعني عايزه فاطمه تتربى من صغير لما تزعل مش تمثل انها زعلانه، لا بجد، ما احنا لو زعلنا على البلد دي بجد لا يمكن واحد يمسك فيها طوبه، ولا يمكن واحد يقول لقناه السويس والاستثمار استثمار ايه، روحك وازرع النخله اللي هياكل منها واحد بعد 20 سنه، ولادك واحفادك والغرب والقرب. قيمه، انا بقول على ايمان دايما قيمه بنداء الترخيم عشان حضراتكم تكونوا عارفين. نعم فندم. ايه محمد، بس لازم تعرفوا قيمه دي جايه منين. حس في اخر المنادى اسمه الترخيم، فما يجيش واحد ما بيعرفش حاجه جاهل يعني ويقول ايه بيدلعها. روح اتعلم من الاول، وانت تعرف ان فاطمه اسمها فاطم وحارث اسمه حاري او حارو على لغه من ينتظر ولغه من لا ينتظر، وايمان تشيل النون تقولها يا ايمه، ما فيش بقى ايمه وسيمه وبيدلع. يلا يا محمد اتفضل. يا محمد. الو. اتفضل يا عم محمد. ايوه يا باشا. اتفضل. اتفضل. بالنسبه للاستاذ اللي بيتكلم ده عايز اكلمه لحد ساعتك. ايه؟ عايز اكلم الاستاذ اللي بيتكلم ده. استاذ عطيه. مين؟ الاستاذ عطيه. ايوه اتفضل، انا خدامك يا حبيبي اتفضل. ايوه استاذ عطيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا خالد اللي قدامك، انا من المنصورية حضرتك. ايه؟ انا من المنصورية. من المنصورية؟ ايوه يا باشا. اتفضل يا عم محمد، من المنصورية جنب جنب المريوطية. ايوه ماشي. اتفضل. اتفضل يا عم محمد. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت حضرتك اثرت صورة الينا ان احنا بنتكلم عن الاخوان، الصوره اللي هم عطوها لنا هنا ان الاخوان دي ارهابيه واللي 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 واللي. فاحنا للاسف السؤال اللي قلته حضرتك ان انت الجمله اللي قلتها لنا فيها فعلا من السيئه اللي هي ايه؟ ان كل الناس دي هالوحشه، فيها ناس محترمه وناس طيبه وناس كذا. مش انا قلت كده يا عم محمد؟ انت سعادتك بشرف ال... نعم. مش انا قلت كده؟ اه الحمد لله. اتفقنا يا عم محمد. ايه الجديد بقى يا عم محمد؟ انا ساكت هو والله العظيم، وما حد قطع على عم محمد ولا عم حسين، وكلنا ولاد بطن واحده اسمها مصر. دمه سعديه ودمه سعاد، والاثنين ولاد اخويا الله يرحمه، بكلنا في ولاد البلدي، وكلنا يا ريت نبقى كلنا من اتباع لحقول ولاد ما كان محمد ابا احد من رجالكم، الاحزاب على اليمين قبل الاخر بسطر واحد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا احنا أبناء محمد ولا احنا عايزين أتباع. نعم فندم. محمد صلى الله عليه وسلم. استمع اسمها الأستاذ السيد عم السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. وعليكم السلام وبركاته. وفيس السيد برضو اتمنيت السيد بسرعة لي حبيبك. انت تحبس السيد ولا عم السيد ولا سيدنا السيد جمال إسماعيل؟ لا يا فندم انا احب حضرتك انت من السيد. ربنا يسترك. انا اتصلت بحضرتك الساعه 1 بالليل على تليفون اخر 95 وقعدت اسال حضرتك لان انا معايا مشكله. اول ظهور بحضرتك في برنامج الحياه اليوم على جرين ديت اول مره بحضرتك. الدين للحياه اسمه الدين للحياه اسمه الدين للحياه. في اول مره لما لبست المذيعة اعتذرت قالت لي توفت بس بعدها بيومين ثلاثة تزوجت واحدة بنت حلال عدت بها نفسي طيب وحط بها رحمي طيب عدت بها بصري. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال يا عم ده في الشعر ده والسجع ده؟ اصل انا خريج ازهر يا دكتور. طيب اردت ان اطبق ما فعله عبد الله بن وداع لما راح تزوج الرباط بنت السعيد بن المسيب خشيه ان انجرف الى ما حرمه الله. وبعدما تزوجتها ب 45 يوما الست اللي تزوجتها من الزقازيق بنت يعني تعتبر جاربتي شتمت بنتي بالفاظ وبناتي بالفاظ يعف اللسان عن الذكر الف لام ميم ت نون وبلاش الحرف الاخير. فانا بقول ليه كده؟ خدتها ورحت لاهلها علشان اصلحها. افوجع بان امها بتحلف بالطلاق بالثلاثه من جناحها ما هي راجعه. بعدها بشهر بعد تاني اعلان للنفقه. قالت كده حماتك يا سيد؟ حماتك قالت عليها الطلاق بالثلاثه من دراعي؟ ما هي راجعه. طب بس الطلاق مش هيوقع من دراعها يا سيد زي بعض. كنت روح هتلاقي كيلو سكر من 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 فجوس وبكون شاي وتروجها هتبقى الشرجوة طيبين يا سيد الشرجوة غلابة وقلبهم طيب يا سيد. اقسم لفضيلتك بالله يا مولانا يا سيد حضرتك بتقول يا سيد بس بالراحة حضرتك بتقول انك خريج ازهر يعني معناها ان ممكن الناس تجي لك السيد ويقولوا لك ما راي الشرع في امراه قالت علي الطلاق بال14 من دراعي. انت استنى يا سيد لو سمحت انت لو ازهري صحيح هتموت على نفسك من الضحك وتضحكهم لان ده طلاق اسمه هشك بشك هشوكه بشوكه لا له طلاق ولا واقع يا سيد. انت بتحمل نفسك. انت سؤال صغير يا سيد اتفضل. رجعت ولا ما رجعتش؟ لا ما رجعتش. طلقتها ولا لسه على ذمتك؟ اخشى لا لسه ما طلقتهاش على ذمتي بيني وبين بعض محاكم. يعني طلقتها؟ لا. وعايز تطلقها بعد محاكم؟ لا مش هطلقها برضه. يعني هتطلقها في المحكمه؟ لا مش بطلقها ان شاء الله. طيب مش استنى لحظه واحده. لو انت مش هتطلقها وبتحب ربنا والرسول من جيب انا على الهوا خدها هات لها لحمه وبطاطس ورز وشاي وسكر
وروح صالحها وبوس على ايديها يا واد. منعني. اوعى تتكلم. اسمع يا سيد اسمع، انا لا بمثل ولا بعمل برستيج لبرنامج، انا كده جوه الحلقه وكده بره الحلقه وكده في الجامعه وكده في الجاموسه، انا كده وصوتي كده وطريقتي كده وطبعي كده. اللي ما يستغناش عن مراته يبوس ايديها. ليه شتمت بنتي؟ ما شتمتش بنتي. الشتيمه دي ما بتسمعها في الشارع، الكلمه اللي انت قلتها دي، واشكرك على ادبك والحروف المقطعه، ما بتتقال في الشارع كل 3 ثواني، وتلاقي بنتك غزيتها. وبعدين اوعى تقول لي ان انا متجوزها اعوف بها نفسي واحصن بها كذا وافعل كذا وكذا وكذا، تكون حافظ موضوع انشا وانت في الحياه جلده وناشف ومعذبها. ما بلاش نقول كلام زي الفل كاني بدرس درس فقه في المعهد العلمي في السعوديه او بدرسه في الازهر في معهد ديني، وعندي التطبيق حاجه تانية. البيت عايز بني ادم يعمره، وعايز راجل يصونه، وعايز واحد يحسس اللي على الباب ان في راجل موجود هنا، وعايز ملاطفه، وعايز شده، وقت الشده اشدائه على الكفار رحماءه بينهم. ومراتك مش كافره بس عايزه التربيه، لكن وعايزه التعليم. وجميع فقهاء الامه يقولوا الراجل الاصل الاصيل فيه انه واخد الواحده عشان يعلمها دينها، ومش معناها ان جايه ناقصه ولا جاهله، ولكن هو اكتر اكتر اكتر، ده الاصل. ممكن تبقى واحده اكتر منه مليون مره، اوكي فيش مشكله، بس انا ارجو اخوانا ان احنا نستفيد من هذا الدرس. هو حماته ست طيبه جدا، وقالت عليها الطلاق بين دراعي، دي بيقولوها الفلاحين كل دقيقه، والست بتقول له طلاق شرعا ولا طلاق لغوة ولا اي حاجه، ماسك لها ليه على الواحده. مروه قول يا مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهو قلبي وجعني. ليه بعد الشر على حضرتك؟ انت كنت مش سامعاني ولا كنت جاي من بره دلوقتي من الطياره لسه نازل؟ كنت سامعاك. طب وانت عاجبك كده يا مروه؟ لا، ما هي الدنيا كلها مشاكل، هنعمل ايه؟ نعمل حاجات كتير يا مروه. نعمل حاجات كتيره جدا جدا جدا. مراتي وعلى ذمتي. معناها ان لسه قدامي فرصه من 7 سماوات. ان انا اصالحها وتصالحني وان الدنيا تبقى جميله جدا ولا فيش مشكله في التاريخ. يا رب. طبعا طبعا يا اخوانا، الاساس اللي يهمني في المقام الاول ان احنا لسه ازواج، دي في حد ذاتها نعمه كبيره جدا. لو اتهورنا في لحظه غضب وفكينا العروه، لو معلش يا مروه انا اسف هاخد منك 3 ثواني، لو اتسرعنا وفكينا العقده بتاعه النكاح الزواج دي واتطلقنا، الندم بيبقى فظيع، وبالذات لما يكون عدى الطلقه قبل كده او 2 ونص ودي الثالثه وربع وما عدناش راجعه، ونبكي وندور على دجال بقى عشان يرجعنا. شيخ عره هيروح النار ويودينا معاه. الطلاق مرتان، والطلاق بكلمه، الكلمه دي لو طلعت يعوض ربنا، الا اذا راى الارض سماء والسماء ارضا، المغلق. لكن كل اللي بيطلق واعي كويس قوي وطلاقه واقع. وانا عندي كل يوم 3000 سؤال. قلت لها انت طالق وكان عليها الدوره. واقع يا اخوي، واقع يا حبيبي، ده فيه رأي، عمل لي دكتوراه، ما كنت هترتاح من الدكتوراه وطبطب عليها. روح يا سيد دف مراتك ودف نفسك ورجعها، دفئ روحي لان الدنيا ولعه لغايه لما تيجي الشتاء. قولي يا مروه انا اسف يا حبيبتي. بص حضرتك، كان عندي مشكله. قولي. مشكله كبيره يعني. قولي. ربنا ابتلاني ابتلاوي كده، ففي حاجه عايزه اعملها، بس الحاجه دي انا مش عارفه حرام ولا حرام. مش عارفه كويس. عايز رقم حضرتك احكيها. حاضر يا اختي، على عيني، خدي الرقم. بس الله يفتح عليكي روحي. أول واحد لما يسأل الأول قبل الخيبة ما تحصل، ده النجف، لأن معظمنا بيسأل بعد الفاس ما تقع في الراس. علي الكسار فين عطية يا واد؟ في الحمام. إيش تبغى تشرب؟ أشرب تفاح وحاجة جميلة كده. ومروة تقول له أنت هاد اللي حصلت صعيدي ولا أنت علي الكسار؟ فنفس الكلام. وطبعا الله يرحمه علي الكسار فنانك الجميل، والدنيا جميله والله. بس انا بحيي مروه جدا وفرحان جدا الحمد لله، وانا بحمد ربنا من جوايا على ان سيد نرفزني، مع ان سيد رخر شرقاوي ومحترم. سيد الشيطان راكب دماغه بس وهجت هطلق. ما تطلقهاش. طب وعيش بعيد عنك ليه طيب؟ ما تجيبها، يمكن تبقى زي حالاتي كده، عايز حد يدعك لك رجلك عشان الاطراف والسكر. طب يلا. حد تاني معانا يا استاذه؟ الختام. واحنا عملنا حاجة؟ يمكن يكون عملنا. أنا أسأل الله تبارك وتعالى ألا يترك لبد على حزنه وكآبته، سواء أكان وحده ومن حوله من أولاده متفرقون حوله، أم أكان بين
جمع من الناس منهم أهله أصله وفرعه وهم يهملونه لأي سبب من الأسباب. ما وجد الناس إلا للأنس والإمتاع. أسأل الله أن يمتعنا بأهلينا وذرياتنا وأن يجعل منها قرة أعين. لحضرتكم التحية، ودائما أختم بشعري: وحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل أن يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.